في الجزء اللي بعد كده بتتكلم عن البروفيشنال ميمبرشيبس، عضويتك في الجمعيات التي في التخصص. ودي من الحاجات المهمه يا جماعه، يعني من الحاجات المهمه جدا ان انت تكون عامل ميمبرشيب في الجمعيات البروفيشنال في التخصص بتاعك. بمعنى انت لو عايز نيورو اي اكسبكت ان انت هتروح تعمل ميمبرشيب. انا من وانا في سنه ثانيه مثلا انا كنت عامل ستودنت ميمبرشيب في الامريكان اكاديمي اوف نيورولوجي واليوروبيان اكاديمي اوف نيورولوجي على سبيل المثال. فبتروح تدور على الجمعيات الكبيره، انت مثلا مهتم بالكارديو هتروح على اليوروبيان سايت اوف كارديولوجي وتسجل كستودنت ميمبرشيب لو انت ستودنت، او ترني لو انت ترني، او نايب لو انت نايب، وهكذا. فمن الحاجات المهمه جدا ان انت تبقى ممبر في السوسايتيز العملاقه في التخصص بتاعك، زائد ان في سوسايتيز الانضمام ليها بيدل على انك شخص متميز. في مثلا في امريكا حاجه اسمها الالفا اوميجا الفا، دي مثلا للطلاب الامريكان وبتيجي بالتزكيه للميديكال ستودنتس، ودي دي سوسايتي خاصه بالميديسن. وفي حاجه زي ما مثلا في للساينتفك سوسايتي اسمها سيجما، سيجما ممبر شيب، دي حاجه شرفيه باي نومينيشن بتوصيه وبانتخاب للساينتفك من الساينتفك سوسايتي اللي جوه الجمعيه ذات نفسه. ولذلك في حاجات حصولك عليها الممبر شيب فيها بيدل على ان انت اكتف، زي مثلا انا مثلا يوروبيان الاي ان اس مثلا انا شايف بشارك معاهم مثلا في التاسك فورس بتاعت سي اس اف على سبيل المثال، بعض الاكتيفيتيز والسيرفيز اللي بيعملوها الانترناشونال ام دي اس مثلا وهكذا، الجي ان سي كوميتي في الدبليو اف ان اس انا ليا بعض الاكتيفيتيز مع الاستاذ بتاعي. فمجرد وجودك ده بيعمل لك نوع من النتوركينج، زائد انها بتبقى سترونج بوينت ليك في السي في ان انت كونكتد في هذه بهذه السوسايتيز، او ان انت ممبر في هذه السوسايتيز. يا اخي ده حتى في مصر في دكاتره بيعملوا نوع من التضليل طبعا، وده غلط ولا نزكيه، يعني مش بنقول ان ده حاجه كويسه. تلاقي مثلا عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات كذا، ويحك ولما التشويق، اذا اي حد بيدفع 200 300 دولار ببقى ممبر في سوسايتي. بس بالنسبه للستودنتس والترينيز الفيس بتبقى قليله واحيانا بتكون ببلاش، زائد انهم بيدوك ليرنينج ريسورسز. يعني مثلا انترناشونال نيورو موديليشن سوسايتي دي عامله حاجه اسمها منتورشيب تريننج، بيوصلك باستاذ في التخصص بتاعك، بتميت وتزم وبتعمل ورك شوبس ليكتشرز، بيعمل لك ديسكاونتس للمؤتمرات وهكذا. فكل سوسايتي في التخصص بتاعك بتديك بريفليجز وامتيازات معينه. وكذلك برضو لازم تميز لو انت ممبرشيب باي نومينيشن في حاجه شرفيه، دي بتبقى حاجه تقيله عندك في السي في. فمن الحاجات اللي انت محتاج تفوكس عليها في السي في البروفيشنال ممبرشيبس، ايه الجمعيات اللي انت ليك عضويه فيها او ممبر فيها بتشارك بشكل فاعل في هذه الجمعيات، خصوصا لو جمعيات في التخصص بتاعك تحديدا، او جمعيات في الطب او في الساينس بصفه عامه، بتبقى دي حاجه قويه ليك في السي في.